السلام عليكم باشمهندسين، اليوم إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من محاضرة رقم 24 الخاصة بتحليل الأساسات للبرج بتاعنا، سواء كانت بايل كاب أو رافت أون بايلز. في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند الجزئية دي اللي احنا اتكلمنا بعض الاعتبارات في بخصوص وضع الخوازيق، وقلنا المسافة دي اعتبارا تتاخد القطر، ولكن طبعا زي ما احنا قلنا بيحددها البرنامج هنشوف دلوقتي، وكمان المسافة بين البايل للبايل اعتبارا يعني في 2.5 البايل او 2، في ناس بتاخدها 2 بالفعل، يعني شفت ناس كتير بتاخدها 2، لانه بالمنطق والعقل انت عندك مسطح محكوم بمسطح معين، ماشي، المسطح المعين ده عليه حمل أحمال، الأحمال دي أحمال ثابتة متقدرش تتغير، وطبعا عندك أقطار البايلات، وكمان بتبقى محكوم بأقطار البايلات، لأن إيه الحاجات دي تبع ماكينة الحفر، يعني ممكن ماكينة حفر الشائع مثلا الأقطار اللي هي الصغيرة 50 60 75 80 90 متر، 120، ولكن بعد 120 دي بتبقى صعب، بتبقى صعب أوقات اللي أنت تلاقي ماكينة، يعني الكويسنا بتاعتها أو جزء الحفر بتاعها يبقى مثلا أكتر من 120 140، فإيه بتبقى محكوم. طبعا الناس اللي اشتغلت في شغل الواقع الكلام ده عارفاه، فمش شرط يعني مش مهندسين تبقى المسافة 2.5 مايل. كل ده هيجي عن طريق التشيك، البرنامج هو اللي هيحدد لي، لأنه يعني زي ما انتوا شفتوا في دورات كتير على النت، بعد ما المهندس اللي بيخلص الشرح يعني بتلقوا في بايلات بتشيل مناطق فيها بايلات كتيرة، بتشيل أحمال أقل بكتير من الحمل اللي هو المفروض يشيله ومصمم عليه، وفي مناطق بتحتاج بايلات أكتر. فالعملية زي ما أنا قلت بتيجي عن طريق تريال، يعني المحاولة مرة واتنين، تقعد تفك الحل بتاعك مرة واتنين، بيوصل ل10 و20 مرة علشان إيه تحدد الشغل المناسب ليك. بس إيه يعني قبل ما أبدأ أنا في البايلات وأبدأ كسوفت وير وأصدر الحاجات دي لبرنامج الميتاس، بس نقطة بسيطة هنا، بنعمل احنا نقطة كده، النقطة دي شايفين اسمها اتش بايل، هي نقطة بتجيب أمر البوينت، أمر البوينت كلكم عارفينه، وبتعمل في السنتر للبايل ده، بتعمل للسنتر نقطة. أعتقد الموضوع بسيط يعني، ولو ايه بس ايه تكون مفعل الخيار اللي هو جيومتري سنتر علشان يظهر لك مركز ومعرف النود ومختار النود والسنتر، عشان ايه يظهر لك السنتر بتاع ايه السنتر بتاع البايل. موضوع بسيط جدا طبعا، دي ايه دي اسمها اتش كاب، حددت انا ايه الحدود بتاعتي، الحدود بتاعت الباشمهندس دي حاجة افتراضية، هنشوف بعد كده ممكن نزودها ممكن نقللها حسب زي ما قلت ايه نتائج البرنامج. انا اخترت الطريقة دي، يعني كان زي ما قلت كان سهل جدا ان انا اعملها رفت اون بايل واريح دماغي، لا انا كنت ايه عاوزكم يعني تتعلموا حاجة هي للأسف مش شرحتش نهائي، فحبيت اضيف يعني معلوماتكم، طريقة الشغل الحقيقي اللي بيتم في المكاتب، مش الشغل اللي هو شغل الدورات اللي هو فقط يعني نظام شرح وخلاص. يعني انا مش بعيد في الدورات ده باشمهندس، لا انا بس بوضح لك ايه اللي بيتم في الدورات وايه اللي بيتم في الشغل الحقيقي، علشان ايه يبقى عندك معلومة مسبقة، ما تعتمدش على انك يعني الحاجات اللي بتتاخد في الدورات هتدخل في المكاتب هتلاقيها بيشتغلوا بيها هي هي، او على الاقل المكاتب الكبيرة، لا في بيشتغلوا بنظام تاني اكتر دقة واكتر توفير، بنتكلم عن المكاتب الكبيرة يعني.
فالمهم خلينا قبل ما ابدا في الموضوع ده كاستخدام سوفت وير، خليني او نظره كده ندوها على البايلات علشان تعرفوا. اولا مش مهندس، ادي مثلا بايل كاب، هنا دي طبعا اللوحه دي انا هرفعها، لوحه استرشاديه علشان الناس بس ايه تفهمها، تفهم نظام البايل ايه والحاجات دي. اولا بنقرا الفاونديشن نوت بتاعته، طبعا بيقول لك المشروع ده اتصمم على اللي هو يشيل المنشا، بيديك تفاصيل ديتيل، بيقول لك الدبس للبايلات 25 وفي بعض الاوقات بيوصل 28. ماشي، البايل بيقول لك البايل بيبقى مصبوب في الموقع عشان في بايلات بتبقى بايلات سابقه، يعني بس دي طبعا الحاجات الصغيره، مش الصغيره، حاجات كده اللي يعني اسوار وحاجات بسيطه يعني، اما الشغل كله لازم يبقى موجود في الموقع اللي هو كاست انستيتيو بورد بايلز. اوكي، في جزئيه هنا بايلز تو بي امبيدد 60 سنتي مور اباف ذا بايل cut off level and Z portion just be shipped of board casting pile cap. ايه معناها الكلام ده؟ شايفين بشمهندسين ال ادي البايل بتاعي، يعني ادي البايل بتاعي، البايل بعد ما صبيته بيبقى بالطريقة دي، بيبقى بالطريقة دي بشمهندسين. ماشي، هذا انا صبيت البايل بالحاجات دي، طبعا ده الحديد بتاع البايل. بنيجي بعد كده بنيجي بشمهندس بنكسر الجزء العلوي ده علشان نطلع الاسياخ، الاسياخ دي اسياخ البايل علشان تيجي تدخل في الحديد، تدخل في الحديد بتاع البايل كاب. هو ده اللي قصده بالجزئية اللي احنا قريناها. ماشي، وبيقول لك المسافة دي طبعا ما تقلش عن 50 متر، شوف القطر بتاعها قد ايه، الحديد اللي انت مستخدمه. ماشي، ده اللي بيقصد الكات اوف ليفل اللي هو الجزء ده اللي هو مستوى، ده مصطلح الناس اللي اشتغل بايل عارفاه، كات اوف ليفل اللي هو مستوى قطع البايلز. تمام، بنيجي بعد كده النوت ده الملاحظات دي بعتبرها مهمة جدا، لذلك انا هقراها كلها لان الهدف منها التعليم. all piles بيمدد 10 سنتي انسايد زي ما احنا شفنا، بيقول لك دخل مدخلها 10 سنتي. ماشي، distance between center line of pile shall be checked as sight and any discrepancy in center، يعني اي محاذاة اي ازاحة بتيجي بتحصل، لان طبعا اهم حاجة في البايل يا مهندس، اهم حاجة في البايل الناس اللي اشتغلوا البايل عارفة الكلام ده، ان البايل ينزل رأسي غير مسموح، انه بيحصل له اي ازاحات افقية. وللأسف يعني النقطة دي من أهم النقاط، من أهم النقاط اللي يجب يعني أي مهندس المشرف على المشروع ينتبه لها. طبعا بيستخدم في أجهزة يعني بتشوف الأفقي الرأسية البايلز. ماشي، بتتوقع الحاجات دي عن طريق أجهزة مساحية. فور بايلز يوزنج بيديك اللي هو الاسمنت طبعا مقاوم للكبريتات، وبيديك المحتوى الاسمنت بتاعه ومحتوى الميه. ماشي، البايلات اللي هي بسماء الدايمتر 120 بيديك التسليح بتاعها، بيقول لك استخدم 28.16. ماشي، وكانت سبايرال كانت 8 مللي كل 20. الوركنج لود زي ما احنا شفنا
working group 7853، وطبعا ده مقارب جدا لان احنا قلناها 745، مقارب جدا ليه. ماشي، وبدي القطر بعد كده تاني، وبدي قصدي ال الانك تاني 28. طبعا احنا ايه افتراضا هناخد ال 20، طبعا دي لو حسبتها نسبة وتناسب 7853 دي بيقول لك، او 8000 اللي بيقول لك على عمق 25، احنا شغالين على عمق 20، فطلعت معاك يعني حسب تقرير تربع 7540. الستيل بيقول لك يعني لازم اللي انت تدهنه. بتعمل اختبار لود تيست بيقول لك 1.5 مرة على الحمل اللي بيشيله كل غزو. يعني انت احنا دلوقتي مصممين على حمل مثلا 7540، فبتيجي انت ايه لما تيجي تشيك الشغل بتاعك بتضرب في 1.5، يعني تقريبا كده احنا 1.5 الحمل تقريبا 11000 كده. ماشي، طبعا دي احنا قرينا اهم الملاحظات بالنسبة للبايلات. ادي البايل ده يا باشمهندسين، ادي المين ستيل بتاعه، وادي الاستراب الكانات بتاعته. طبعا تلاحظوا فيهم وقت التسليح بتاعه. ماشي، قطره 120. شوف كده يا باشمهندسين، حتة مهمة جدا بيقول لي 25 متر للبايلات كلها، ما عدا في بعض البايلات 28، زي ما احنا قلنا الكلام ده بيحدده تقرير التربة، بيحدد الطبقات الصلبة اللي انت تقدر، أعماق الطبقات الصلبة اللي انت تقدر تأسس عليها. طب شوف الملاحظة دي باشمهندس، يعني ودي أوقات كانت يعني سؤال في الانترفيو، يعني التسليح، يعني أنا لو عندي دلوقتي بطول 25 أو 28، كان سؤال في الانترفيو عندي البايل بولو 25 بايل 28، التسليح يعني يتحدد ازاي؟ التسليح هل بيتم لطول البايل لطول ال 28 او لطول ال 25، ولا بيتم ازاي يعني على اي اساس؟ او معنى اصح السؤال كان هل يتم تسليح كامل البايل ولا لا؟ طبعا الاجابة عن السؤال ده بيتم تحديد تسليح البايل سواء كان بكامل الارتفاع ولا لا، ده حسب الاجهادات اللي بتقع على البايل. هنشوف دلوقتي، حتى كان في برنامج صغير اسمه اول بايل، يعني بتتعرف له بتشوف الاحمال اللي واقع عليها. لو كانت في فرصه ان شاء الله ممكن نعمله ونشوف حاجه بسيطه، علشان ايه بس انه نوضح الاجهادات اللي واقع على البايل، وحسب الاجهادات دي بيحدد لنا عمق التسليح بتاعي. يعني شوف هنا الراجل بيقول لك 12 متر اخده على طول السيخ. طبعا احنا هنشوف ونتاكد من النقطه دي، هل هي 12 متر بسلحها ولا لا، وخد الباقي بيعملوا ايه، بيعملوا خرسانه. للاسف النقطه دي يعني حكايه ال 12 متر دي الناس بتحطها 12 متر كده وخلاص. يعني انت لو جيت لو شفنا بالاجهادات هنشوف بالفعل يعني ان الاجهادات ايه بتتركز كلها في الجزء العلوي للبايل، تركز في الجزء العلوي في البايل تقريبا في التلت العلوي للبايل. ولكن الناس يعني كله تعود، يعني بياخدها بنظام ايه يعني خلاص اوكي حاجة شائعة، فبيحط ال 12 متر. ماشي، والباقي خرسانة. اوكي، ده تسليح. التسليح عبارة عن كأنه كومبايند فوتينج، بتعمل شبكة سفلية وشبكة علوية. ماشي، وبتسلح في الاتجاهين، اتجاه الفرش واتجاه الغطا. ماشي، وده التسليح بتاعه،
والده الباي بيقول لك المسافة، يعني هو دلوقتي مثلا واخد مسافة 75، مسافة هنا 65، مش شرط إن أنت تلتزم يعني بالقطر، قطر العمود، قطر الباي اللي هو 120، لا الراجل خد 75 حسب ما طلعت معاه. ماشي، بنيجي مثلا للرافت دي، الرافت كبيرة. لما يا باشمهندس السمكة عندك، سمكة الرافت تعدي، تبدأ تعدي 1.5 متر أو 1.60 متر 1.70 متر، وأنت طالع فوق بتيجي تعمل طبقة أو شبكة ستيل في الوسط، شبكة ستيل في الوسط عشان يبقى في تماسك ما بين الشبكة السفلية والشبكة العلوية. يعني الموضوع أشبه بإيه يا باشمهندس؟ الموضوع أشبه بالكاميرا لما كنا نعمل شرينكينج بار. ماشي، حديد كنا نشوف الكاميرا عمقها بيزيد عن 70، بنعمل في الجانب هنا شرينكينج بار، الموضوع أشبه بيه. بنعمل شبكة طبعا حتى تلاحظوا 5 × 12 في المتر، يعني ايه الشبكة دي مش هتدخل في التسليح كحاجة إنشائية، لا الإنشائي بتاع الرئيسي الشبكة السفلية والعلوية هو التسليح الرئيسي. دي فقط زي ما قلت لكم حاجة يعني حاجة لترابط الخرسانة، لأن الارتفاع كبير، ف يعني حاجة مش إنشائية. أنا حبيت بس إيه أنبه على الموضوع ده. ماشي، نرجع دي كانت نظرة سريعة على البايلات. وفي صور أنا هرفعها لكم برضو، هرفع لكم بعض الصور. أدي شغل البايلة يا باشمهندس، خلينا إيه نفتحها على السريع علشان الناس يعني تشوف. أولا يا باشمهندس خلينا نبدأ بالصورة كده. ده سنديونة بالحفر، أي مشاريع كبيرة يا باشمهندس بيعمل لك سنديونة بالحفر، سنديونة بالحفر إرفاق عن طريق بايلز اللي هو أعمال الشورنج بنقول إحنا، إما عن طريق بايلز أو زوايا حديد اللي هي الستيل سيكشن. ماشي، وطبعا بيصبها بالشيت كونكريت، خلينا بيصبها بالشوت كونكريت. اوكي، على اساس خرسانة مقذوفة. تمام، شايفين يا باشمهندس البايل كاب بتتحدد ازاي؟ بيعمل لها بلوك مصمت البايل كاب يا باشمهندس. ماشي، وده طبعا ايه ده ستراب، ده شداد لانها بايل كاب، طبعا احنا هنتجاهله. هو المفروض طبعا بيتعمل عندك انت بايل كاب هنا تربطه كأنه قاعدة عادي، اللي هو زي ما احنا شفناه في نظام القواعد اللي عندنا العادية، بنربطه بستراب بشداد هنا. هنا المفروض تتربط بشداد، لأن يعني هنا حاجة طرفية، هنا حاجة طرفية، ولكن طبعا احنا تسهيلا للأمور يعني هنتجاوز عنها. فبنرجع للصور بتاعتنا تاني، ادي انت حددت البايل كاب بتاعتك اهو بالبلوك. تمام، تبدأ بعد كده ايه تبدأ تعزله، بتعزل البلوك بتاعك، ده مهم جدا، تعزل البلوك بتاعك وادي 10 سنتي اللي احنا قلنا البايل طالع منها. ماشي، هات العزل بتاعك يا باشمهندس. دي بعد كده بتيجي تعمل عزل كمان، طبعا في المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة بيعملوا عزل ال10 سنتي. ماشي، اللي هي اللي شايفين دي ليها نظام عزل معين، ال10 سنتي اللي احنا قلنا طالعة من البايل دي ليها عزل غير العزل، يعني الممبرين اللي احنا بنستخدمه ده عزل مخصوص للبايل. طبعا الحاجات دي شغل مشروع حقيقي. وبتيجي بعد كده انت بتسلح يا باشمهندس، هتلاقي عندك الشبكة بتاعتك. تمام، دي نظام الشبكات، الشبكة السفلية لسه هو ايه مركبش الشبكة العلوية. اوكي، بنرجع احنا دلوقتي لشغلنا. اول ما احنا مطلوب قلنا قبل كده حددنا السيت اب بتاع البايل اللي انا هدخل بيه للميداس، هذا الشكل الثري دي. تمام، لو عاوز تشوف على فكرة، لو عاوز تعملها من هنا تعمل لها شيد، هذا الشكل بتاع الثري دي.
طبعا احنا جبناه من الميضة سودا، مهم جدا جدا تجيب الشكل وتعمل له استيراد من الميضة عشان تبقى ايه الحاجة توقع بالظبط عليه. ماشي. بعد كده انا مش هحتاج من هنا مش مهندسين غير الطبقة دي زي ما احنا قلنا اللي هي اتش بايل كاب، والطبقة اللي هي البايل دي بتيجي تحفظه انت. طبعا الاحداثيات مظبوطة بتاعتنا، انا راسم على الاحداثيات تنتبه مش مهندسين. الاحداثيات دي مادام انت ليه انا بقول لك الموديل ده بتكون جايبه من الميداس زي ما شرحنا في الحلقة الأولى، صدرنا من الميداس للأوتوكاد. بتيجي تقفل دي. اوكي خلاص سيفتها. بتيجي تدخل على الميداس وبتيجي تعمل بعد كده بتعمل الاستيراد، طبعا احنا كلنا عارفينه. بس في نقطة مش مهندسين، احنا يعني طيب خلينا نشوفوها هتيجي تظبط معانا ولا لأ. امبورت اوتوكاد دي اكس اف وبتيجي تضغط هنا. ماشي. ده الملف بتاعنا يبقى اللوجر. احنا قلنا هنشتغل على الاتش بايلز وهنشتغل على الاتش كاب. تختار اي ماتيريال. ماشي. تختار القطاع اللي هيجي لك، يعني القطاع اللي هو احنا قلنا عليه الحدود اللي هي بتتاخد حدود الرسم من حدود الكاب، واي قطاع مش هتفرق احنا كده كده ايه هنغير في الكلام ده. خلينا ناخد قطاع نشتغل نحوشي اي قطع. خلاص اوكي يا باشمهندسين. والسماكة هنا 24 سكيل فاكتور يقول لك على طول الفيديو دي. انتبه انت شغال وحدتين، احنا كنا شغالين وقتها على ما اعتقد بوحدة ال 120. وحدات كانت السنتي، اتذكر ان احنا كنا شغالين سنتي. مش مشكلة تشوف والاوريجن بتاعك. اوكي 0.0. ماشي. وبتيجي تعمل ابلاي، هيقول لك الحل هيتفك، قول له مفيش مشاكل. اعمل كروز. تمام. هاجي اعمل هنا خليني اخفي نوت. طبعا كاتب مظبوط. تقدر كنت تقدر نعملها من الاول، نعمل دي نظام مقفول يعني نقدر نقفلها على اساس تجينا زي دي النظام ده. ماشي. ولكن مش مشكلة، اتعلمنا احنا قبل كده ازاي احنا ايه هنحول الشكل ده، نحوله ونعمل له مش. احنا كده كده هنعمل مش للبلاطة البايل كاب دي. خلاص انا ايه مش محتاج اعمل اكسترود والحاجات دي، هتشوف بس ايه اهم حاجة اظهر النود.
طبعا في حاجة عندي هنا ما ظهرتش، ايه ما ظهرتش المقاطع الخاصة بالبايل، وطبعا الحركة دي انا كنت قاصد اعملها علشان اوضح لكم حاجة مهمة ان شاء الله بإذن الله هنشوفها في الحلقة الجاية، وهكتفي بالقدر ده. وان شاء الله الجزء الجاي هيبقى الجزء الثالث من المحاضرة رقم 24.